قصة مريم اللي خلات المغاربة مصدومين من هذا الواقع هذه. واحد السيدة من وحيدي المدينة أكادير. هاد السيدة كباقي الفتيات كتقرا في واحد الليسي. هاد الليسي هذا يعني كما كتعرفوا البنات كيتعرفوا على واحد الشخص اللي كيكون تتكون معاهم، يعني تتكون هي النية ديالها حسنة باغا تزوج بهاد السيد. يعني وصلت واحد السن ديال 18 عام 19 عام تتبغي السيدة تزوج. فعلا تعرفت على واحد السيد، كانت السيدة في السيزيام تعرفت على واحد السيد بالحكم كان كيجي هو الليسي. هاد السيد هذا من طبقة حنا ما نقولوش برجوازية ولكن ميسور عليه. تعرفت عليه، هاد السيد هذا كياخذ مرة طوموبيل ديال الأب ديالو وكيجي بيه لحدا داك الليسي. تعرفت بها، تعرف عليها، دخلوا في واحد النقاش، صاحبو بهاد المنطقة هذا ولات الصديقة ديالو. صافي ولا كيجي عندها يوصلها الليسي، تمشي تقهوى معاه، يعني كأنها ديالو. وبدا كيوعدها بأنني أنا نتزوجك، يصبر عليا، أنا راني خدام مع بابا، وداك الهضرة ديك التواشي. فعلا السيدة تاقس بيه، عطاتو ما بغا، السيدة بقات معاه، السيدة ولات معروفة بأن هذاك هو صاحبها كيجي عندها. هاد السيدة هادي كملت هي وياه، كيوقعوا بعض الخصامات اللي هي صغيرة، كدوز سيمانة كيتصالحوا، نتوما راكم عارفين بحال هاد الكوبل هذا. دوزت السيدة نجحت السيزيام، دوزت الباك، كذلك السيدة نجحت الباك، رانا هنا مشات من نجحت الباك، دار هو حفلة، عرض عليها، دار لها واحد الحفلة في واحد القهوة، عطاها واحد بتي كادو، السيدة فرحات، السيدة كتقول له مو ماغي، يعني صافي حسبته بأنها راجلة، كذلك هو، يعني كان واحد الكوبل اللي هو زوين، كوبل الناس كاملة شاهدة عليه، الناس كاملة كتقول هذا راه يعني تتستحقه وهي تستحقك، يعني ما كانش يعني شي حاجة. مع العلم هي كانت واحد العائلة اللي هي بسيطة، ماشي زعما شي عائلة. رنا مني طلعت هي لهاد البكالوريا هذه، عفوا مني نجحتها هاد السيدة هاد مريم، مشات دارت واحد التخصص، مشات دارت التكوين، دارت الاستياد، دارت واحد البرونش ديال جيستيون. هنا السيدة بدات كتقرا على راسها، بدا هو كيجي عندها مرة مشى بعدا زي كيسبك لها على هاد الوراقي هادوك باش تقيد، وهادي بدا كيرغمها باش دير لافاكس. على الابوين ديالها رغموها باش دير هاد البونش هادو، باش دير هاد الشعبه هادي فهاد التكوين هذا. بالفعل استطاعت باش يعني تدير هاد البونش هادي. بدات السيده كتقرا، ما كانش عندها الوقت بزاف بالحكم بان هاد البونش هادي يعني كان الوقت كامل عامر. بدا مرة كيوصلها، شافت السيدة هذه بأنها كأنها يعني في المخيلة ديالو، شافت السيدة هذه بأنها يعني ما بقاش كيف بحال الأول، يعني كيجي كيقول أنا وصلت، كتقول له صافي بلا ما تقدر توصلني حدا الليسي، عفوا بلا ما تقدر توصلني حدا هذا التكوين هذا، وصلني غير هنايا، أنا ما بغيتش يديو عليا لي ستاجير اللي كيقراو معايا، ما بغيتش يديو عليا شي نظرة، انا بغيت يعني عاد نبدا زعما ما في يعني هاد جديده. فبدات كتقول له بحال هاد الاقوال هذه. هي علاش كتقول له هاد الاقوال هذه؟ فالسيده شافته بانه لاصق فيها بزاف، وشافته بانه عيني غير في التفليه، يعني شحال من مره راه تكرات تقول له انت راه ميسرع عليك، انت يمكن لك غتجي تخطبني، يعني تجي تخطبني اي من عند والدي يعرفوك بانك تخطبني، راه شحال من مره كيشوفوني ولاد الحومه معاك في الطوموبيل، شحال من مره يعني كيخرجوا فيا بنات الحومه مباشره في القهوه جالسه انا وياك. فممكن انا كانت واحد الانسانه يعني كانت باغا المعقول من الاخر، ما كانتش هاد الانسانه يعني باغا التفليه، باغا الدور، باغا تصور في الطوموبيل وكذا، لا انسانه باغا المعقول. يعني شحال من مره يعني كتحشم تقول له اما تجي اما تمشي بحالك، فهي عارفه بانه عصابي وعارفه بانه شحال من مره دابزه وشحال من مره ضربها. فكانوا هنا كيبقاو يعني بعد الوقائع، ولكن هي يعني كتحمله، كتقول هاد السيد راه يديني، هاد السيد يعني مهمة لا طوموبيل لا والو، عارفه السيد بانه خدام في واحد المحل ديال الاب ديالو، يعني خلالو قلت له انت راه ما ناقصك حتى شي خير، اجي على الاقل خطبني وخليني على ما نكمل قرايتي ونشوف انا تانا شي وظيفه، وهنايا نتعاونوا على بعضياتنا على الزمان. يعني ما قلت حتى هضره ديال العيب، هو مني قالت له ديك الهضره وما قالتلوش غير مره واحده، بدات كتكررها له يعني ما تجيش هادي. فبدا كيدير ضد دياله، كتقول له حطني هنا، تقول لا انا نحطك هنا، شنو هادشي راك معارف على شي واحد راك، ولكن السيده ما كانت معارف على حتى شي واحد. كتقول له انا ما كنبغيش نجيب شوات راسي، انا ما تحطنيش هنا. كيقول لها لا بعض المرات كتسلس عليك، كتجي غير في الطوبيس، تنزل في الطوبيس كيبقى تابعه بالطوموبيل، كيلقى بانها دخلت، حتى كتجي تقرب تدخل الباب عاد كيكلاكسوني عليها، علاش ما تجيش، علاش، يعني هاد النقاشات انتوما راكم عارفين كيبقاو ما بين ليكم. واحد النهار
قالت له بدا كيتناقش معاها، شافها واقفه في محطه الطوبيس بدا كيتناقش هو وياها. طلعي ما طلعي جا واحد السيد، جا واحد السيد كيقرا معاها، يعني كان شويه صحيح. قال له مالك معاها هاد الطريقه هادي راه ما ديرهاش. قال له انا راني صاحبه. قال له انت كنتي صاحبه، انا راه ولدك اسمها، يعني ما ديرليش هاد الشيء. فدخل هو وياها في نزاعات، والاخر كما قلت لكم صحيح عليه دفعوا صافي. الاخر ما قدش، يعني ما حس براسو، يعني بالحق راه حس براسو بانه ما يقدش عليه. صافي ركب الطوموبيل ديالو ومشى بحالو. قال لها اخر مره تجي تهضري معايا، فجيت تهضري معايا بدا يعني كيقول لك الكلام. فركب الطوموبيل ديالو ومشى الطوموبيل بطبيعه الحال ديال الاب ديالو. صافي السيده خدات الموقف يعني عادي كان شيء لا يقع. مشى هو السيد ما برديتلوش، مشى عند صحابو حكى لهم الفيلم، يعني كيفاش وقع، شنو وقع، شنو هادي من هادي ناري، ويعني ولد قيصبها يعني وهي يعني ما داتهاش فيا، ولد قيصبها يبان راجل عليا، وانا ديما انا معروف يعني في داك ليستي كنجي عندها يبقى يقولوا هذاك هو اللي ضربو، هذاك هو اللي دفعو. مع العلم ما كانتش مشدات ليا صعيبه، كان يعني يحس هو براسو بانه لا زاد راه ياكلها. وكانت يعني ديك المحطه ديال الطوبيس يعني كامله يعني كتشهد على الواقع هذه. وكانوا بعض الفتيات وبعض الديستاجير اللي كانوا كيقراو في نفس هاد ليستي اللي كانت كتقرا فيها السيده ديالو. هو ما رضاش باش يدير يعني انا وهاد السيده هذه اللي كنعرفها، علاش هو تدخل؟ صافي حقد على راسو، شنو ناض دير، شنو غينوض يدير. داز ديك النهار في العشية، داز لغدا ليه كيصوني ليها هي بالحكم يعني مولفة بأنه كيدابزو وكيرجعو. قالت يعني ما قال فينا، وعارفة بأن ديك النهار راه عندها أوروبو الصباح. قال فينا قالت له أنا راني في الدار فينا نكون وكدا وهادي. قال لها بغيت نهضر معاك. قلت له ما عندك ما تهضر معايا، اللي كنت تجيب لي داك الموضوع ديال البارح ما عندك ما تهضر معايا وكدا. وأنا أنا هادشي هذا قلت له طلع ليا في راسي، وانت ديما كتنوض ليا الصداع ديما مشكاك ديما. قال انا بغيت نهضر معاك وبغيت يعني نمشيو زعما نصلحوا هاد الامور وهادي، وانا بغيت نقول لك واحد الحاجه اللي يعني خلاها بانها مشوقه لهاد الحاجه اللي يقول لها، وهي ريت ما كانت مشات. فهو شدها يعني طلعت بها في الطوموبيل، قال لها يلا معايا. مشات دار لواحد خارج المدينه في واحد النواحي، وهي مولفين يعني كيخرجوا بالسياره يعني في النواحي ديال المدينه كيضربوا دويره الا كانت تسمى شي قهوه، يعني الا طريق كيمشيو يتقهوا تما. فدار لواحد البلاصه اللي كانت هي بلاصه خاليه، وبلاصه يعني ما فيها لا شجر لا والو، يعني بلاصه يعني كيبان لك الا كيجي شي واحد بعيد كيبان لك. فبدا كيصرفق فيها، مما ادى الى يعني السيده تصدمات. السيده واش تدخل؟ لا خرجت بالطوموبيل، ما عندها فين تمشي، خلخله ما كاينش شي شجر او ما شابه، لقات كتغوت ما يسمع حتى شي واحد. السيده عاد حست بالواقع يعني في يعني تيبرد فيها، شنو انت يا راه عندك علاقه مع هذاك، وانت بالعاني يعني جبتيه ليا وبالعاني يعني حقرتيني حدا، وهي بدات كتفهم له وبدات كتطلبه وبدات كتبكي. ولكن هادشي كامل ما كيزيد عاد كيزيد عمي قويه يعني كيبين الرجوله ديالو. فبدا كيضربها وقال لها انا نوريك هو دابا هتمشي عند صاحبك وتقول له شنو دار فيا. ديك الساعه اللي سميت راجل يجي عندي، يعني ما قدش هو يواجهه مباشره. فبدا يعني كيتمرقن على هذه السيده هذه، فقام بجريها يعني بالسياره تبع ربطها وجب قجره، يعني بغى يدير لها غادوره، يعني غادوره تما هي باش هي تقول له راه عرفتني وجرني، يعني ياخذها كانها استهزار. ولكن كيشوف السيده بان في ديك الدوره فاش كسلت تضرب راسها مع واحد الحجره. السيده شافها يعني طايحه مش بدا ما كتحركش. السيد تخلع او يمشي ينقدها يديها لوبيطال، يعني شدها يديها لوبيطال وينقدها ويعترف يعني شنو دار. فالسيد خلاها تما هي ومشى بحالو. صافي مشى بحالو. هاد السيده ما كتجيش لدارو في 12 باش تهز الادوات ديالها وتمشي للشوز بيتي تمشي للتكوين ديالها. تخلعوا عليها والديها بداو كيصونيو، ما كيجاوبش التليفون راه بقى معاها في الجيب ديالها، لاح الساكا لاح كلشي. كيدوز واحد السارح من تمايا كيكتشف الضحيه راه ملقاه يعني الارض، شاف بانها بساكها ما مسروقه ما حتى شي حاجه. عيط لواحد السيد كان معاه، ديك السيد كيعيط للجدارميه بحيت هاد السيده هادي راه يعني خارج المدينه. جاو الجدارميه داروا البحث ديالو، عيطوا مستعجلات داوها للوبيطال، اكتشفوا بان السيده يعني توفات. هنايا مشاو يعني باش يعرفوا الهويه ديالها
هاد السيد يعني ما يزالش لاكارت ديالها بداو كيقلبوا دير البصمه ما تعرفوا السيد في ساكنه ديك النهار يعني باش تشوفوا الخدمه ديال السلطات فهي خدمه تتكون دقيقه وخدمه تتكون سريعه ماشي عاد تسناو كذا يعني بي في راه ما كامله 9 ساعه هاد الشيء كامل دار ملي اكتشفوا الجزء يعني هاد الشيء كامل حيت القضيه باقه يعني جديده عرفوا السيده مشاو لدارهم لقاو السيده بانها خرجت يعني اخر ابيل كيشوفوا لابيل يعني التليفون ديالها استطاعوا باش يحلوا الكود ديالو عرفوا لابيل شكون عيط لاخر واحد هو هاد السيد هاد السيد شكون مشكوه شي ولاد الحمايه السيد كنعرفوه ما كنعرفوه هو يعني ماشي استطاعوا عادي يجبدوه من الهاتف السيد ولاد الحمايه بنات الحمايه ساقوا الخبر يعني بيتها هي السيد راه كتكون مع واحد الفلائيه السيد هو عيط لها شوف الميساج اللي مكتوب لها الرساله جي عندي هنايا في هاد البلاصه استطاعوا باش يجيبوا السيد لقاو في واحد الحاله اللي هي ماشي طبيعيه حاله كله وجهه صفر كله مخلوع كله هذا عرفوا بانه يعني عنده علاقه مع هاد الواقع هادي فالسيد يعني ما لقى ما يقول اعترف له بما انه سبق عليه جملة تفصيلة بهذا الشيء يعني كامل علاش درت له وعلاش تحكمت عليه المحكمة هاد الواقع هادي شنو نستفدوا منها فالاستفادة بان الانسان ما عمر تثق في واحد الانسان اللي كيبقى مجرجرها يعني الانسان اللي كان باغي المعقول راه ما كيفوتش تاهم فالانسان لا الا كان عنده ماشي الانسان عاوتاني اللي ما عندوش كان الانسان عنده الامكانيات يعني كتشوف الانسان خدام انسان وكيلقى لك السبايب حقا انا حقا بلاتي حقا انا ما باغيش بلاتي نعيشو حياتنا بلاتي فاتت عرفي هذا الانسان هذا يعني كيستغلك هنايا كدير اطونسيون كتمشي عند واحد الانسان اللي هو ولد الناس الا ما كانش في الاستطاعه ديالو فبالفعل راك غتصبري معاه وخضربي معاه 5 سنين لك انسان يعني باقي ما خدم انسان يعني خدام واحد الخدمه اللي هي ملبقه تيقول لك خليني مثلا نشوف شي كونكور ندوز وهذا فهذا انسان راه كاين ولكن الانسان اللي كتشوفي بحال هذا السيد هذا ميسر عليه ولكن هذا الانسان شوف النوايا ديالو اللي كانت واش كانت نوايا حسنه واش الانسان كان فعلا شك فيها فهنايا كنقول لكم يعني الأحسن حاجة هي الواحد ما يثقش في الآخر تكي يشوف الإنسان بأنه إنسان معقول.